ام ناصر شو بلا رديتي تاكلين هالاشياء يا ام ناصر؟ حرام عليك، خافي الله في نفسك وعيالك، ما تمرضين وما تمرضينهم بهالاكل اللي الله عليك، حسبي الله عليك تترسي ببطونهم، حسبي. ما يعني وعان الله يخليك باكل حبه حلاوه. بابا قال ما شي حلاوه ولا كبسات غير مره واحده في اليوم. نصور حبيبي عطمك طشونه من الحلاوه اللي تاكلها. اجيب لك غيرها؟ باكل طشونه منها. ان خلصتيها باخذ غيرها من الكرتون. انزين هات حبتين حلاوه حقي وحقك. بناصر شموع الاتصال لي يا حرمة، حتى وقت الرقاد ما بتخلص من المد. بناصر أحس أني مو بصاحية. شو يعني؟ شو عورت؟ بناصر شو تتوقع في التقرير؟ زيك يا مدام، زي ما توقعت بالضبط. أم ناصر تعانين أنيميا حادة نتيجة سوء التغذية. أم ناصر مشحومها ولحومها تعاني أنيميا وسوء التغذية؟ عيال منو في البلاد بخير؟ وشو دخل الشحوم واللحوم؟ اللي يترك الأكل الصحي زي الفواكه والخضار واللحوم والألبان لازم يعاني سوء التغذية يا جماعة. أم ناصر تعاني سوء التغذية؟ كل شيء يستوي، بس ما وصيكم انتبهوا على اعماركم، ويا روح ما بعدك روح. الغذاء المتوازن يحتوي على جميع العناصر الغذائيه من لحوم ودجاج واسماك، كما تحتوي على الخضروات والكربوهيدرات ونسبه من السكريات والدهون. يحتاج الإنسان إلى الطعام لثلاثة أسباب رئيسية: كمصدر للمواد الأولية اللازمة للنمو، وكوقود لإنتاج الطاقة خلال عملية التنفس، وللمحافظة على الصحة واستمرار تأدية الجسم لوظائفه بكافة. للمحافظة على الصحة نحتاج إلى تناول المواد الغذائية المناسبة وبنسب صحيحة، ويعرف ذلك باسم النظام الغذائي المتوازن. الغذاء المتوازن يحتوي على الكميات المناسبة من المواد الغذائية السبع الضرورية. الكربوهيدرات تستخدم لتوفير الطاقة، البروتين يستخدم للنمو وتجديد الأنسجة، الدهون والزيوت تستخدم لأغشية الخلايا ولتوفر مخزونا من الطاقة وكعازل حراري للجسم. تستخدم الفيتامينات في العديد من وظائف الجسم مثل إنتاج خلايا الدم الحمراء وعملية التنفس والنشاط العصبي وتجلط الدم والإبصار الجيد. المعادن ضرورية للعديد من وظائف الجسم مثل نمو العظام والأسنان ونشاط العضلات مثل الكالسيوم وإنتاج الهيموغلوبين لخلايا الدم الحمراء كالحديد، والنشاط العصبي كالبوتاسيوم والصوديوم. الألياف تساعد على تسهيل حركة الطعام خلال الجهاز الهضمي وتمنع حدوث الإمساك. يشكل الماء المكون الأساس لحشوة الخلية السيتوبلازم وسوائل الجسم الأخرى المستخدمة لنقل المواد، كما يعمل الماء كوسيط لحدوث التفاعلات الكيميائية الحيوية. تناول مشروبات الصودا بانتظام ذات السعرات الحرارية العالية أو المنخفضة يرفع خطر الإصابة بالسكتات الدماغية. هذه النتيجة توصلت إليها دراسة أمريكية حديثة قسمت المشاركين فيها إلى مجموعتين. الأولى شملت حوالي 85 ألف امرأة على مدى 28 عاما، أما المجموعة الثانية فتضمنت حوالي 44 ألف رجل وتابعوهم طوال 22 عاما. ووجد الباحثون من معهد كليفلاند كلينيك الطبي بالاشتراك مع جامعة هارفارد الأمريكية أن ما يقارب 3000 امرأة أصبن بسكتة، بينما لم يصب إلا 1500 من الرجال لسكتة، وهي المرة الأولى التي يكتشف فيها العلماء أن للصودا تأثير سلبي أكثر على النساء بالتحديد. وأشار الخبراء إلى أن المشروبات الغازية تتسبب في زيادة السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث خلل في تمثيل الجلوكوز في الدم مع مرور الوقت، كما ترفع هرمون أنسولين وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بتصلب الشرايين وتكوين الجلطات والإصابة بالسكتات الدماغية.
وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تبحث تأثير المشروبات الغازية على فرص الإصابة بالسكتة الدماغية. وأثبتت دراسات عديدة في السابق وجود علاقة بين تناول مشروب الصودا وبين زيادة خطر الإصابة بالسمانة ومرض السكري، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم والنقرس. We are the rainbow of foods that you should have in all your meals. Eat your rainbow every day and great is how you will feel. We'll give you essential vitamins and also minerals. So when you get hungry, make sure you sit and eat a rainbow. Let's start with the color red. We are some essential foods to eat. We are the apple, red cabbage, tomato, and cherry. Red pepper, red onion, watermelon, and also strawberry. Our important nutrients you need to keep being healthy are flavonoids, lycopene, folate, and vitamin C. Our job's to keep your heart and your memory healthy. Pick one of us to fill the red color on your plate and you'll see. Orange and yellow are our group colors. We are cantaloupe, carrot, mango, and yellow pepper. Butternut, squash, papaya, and pineapple. Pumpkin, orange, and the sweet potato. The nutrients and vitamins we provide to help you grow are beta carotene, vitamin A, and vitamin C. We keep your eyes, heart, and immune system healthy so you can live a long life and continue to see. We are the rainbow of foods that you should have in all your meals. Eat your rainbow every day and great is how you will feel. We'll give you essential vitamins and also minerals. So when you get hungry, make sure you sit and eat a rainbow. We are the green group and here's who we are. Asparagus, bok choy, green grape, and cucumber. Cabbage, collards, broccoli, and green beans. Green pepper, honeydew, kale, spinach, and peas. Isothiocyanates and omega-3 fatty acids. Chlorophyll, vitamin K, and carotenoids. Our nutrients and vitamins that can bring you joy. We support healthy eyes, bones, and also your teeth. But in order to get our support, first us you must eat. We're the blue and purple group, and we come after green. Dark beans, eggplant, beet, fig, blue and blackberry. Our possible nutrients come from anthocyanin. We can help improve your memory and healthy aging. We are the rainbow of foods that you should have in all your meals. Eat your rainbow every day and great is how you will feel. We'll give you essential vitamins and also minerals. So when you get hungry, make sure you sit and eat a rainbow. We are the white group and the final one too. We are ginger, jicama, onion, and the mushroom. Our possible nutrients come from our flavonoids. We help your heart and good cholesterol, so eat us, don't avoid. We are the rainbow of foods that you should have in all your meals. Eat your rainbow every day and great is how you will feel. We'll give you essential vitamins and also minerals. So when you get hungry, make sure you sit and eat a rainbow. نأكل الفواكه. الفواكه حلوة كتير. موز وخوخ ومانجا وتين. الفواكه حلوة كتير. موز وخوخ ومانجا وتين. الفواكه حلوة كتير. عنب وتفاح وبطيخ. الفواكه حلوة كتير. عنب وتفاح وبطيخ. الفواكه حلوة كتير. كيوي ومشمش وبرتقال. الفواكه حلوة كتير. أناناس وجوافة وليمون. الفواكه حلوة كتير. أناناس وجوافة وليمون. هم 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 هم